كلهم نجوم وكلهم يعني ايمان كبير ان شاء الله ان احنا نصل بدفه الكره المصريه الى مونديال 2010 في جنوب افريقيا. يضغط على طول محمد بركات عن طريق لاعب كريستوفر كاتونجو وفاقه العرضيه، ولكن يطلع على طول قلب دفاع مولينجا هنري. التسليم والتسلم والتصويب ولكن عاليه من زيدان. السنده حلوه ولكن عاليه من محمد زيدان نجم للحياه. ربو محمد ابو تريكه، محمود فتح الله، احمد حسام ميدو، والنجم احمد خير. انطلاقه مره اخرى تاني المحمدي، الكره العرضيه ممكن مصريه. هيا هيا يا ولد يا ولد، انما حلو الحقيقه الاداء، حلو الاداء والوينج رايت شغال كويس. ادي اشتغل على طول المحمدي، رفع عينه وهو قصدها وقاطع عماد مد. عدي اللاعب رقم 14 المره دي اللاعب سكومبي. ادي اللمسه قدم اليسرى، شوف بيدور على كاتونجو، خطيره خطيره جدا خطيره يا حضري. لسه لسه الحمد لله فقدت خطورتها، فقدت خطورتها. اخطر كوره في المباراه، اخطر كوره في المباراه الحمد لله. يضغط تاني منتخب الزامبي الخطير جدا وضربه المرمى. مش ممكن مش ممكن الكره ديت، ومن مين؟ من مولينجا يعقوب، من مولينجا يعقوب يضيع، ولكن يضغط على الحضري ويضغط دفاع المنتخب المصري. شوف تابع معايا، انفراد 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 على طول هنا اللاعب مولينجا يعقوب، ولكن الحمد لله الحمد لله يضغط الدفاع وائل جمعه يعني بيحتك باللاعب كالبرين فورد. يعدي يعدي ما تدوش مساحه، اوعى يصوب اوعى يصوب على الحضري، اوعى يصوب اوعى يصوب على الحضري. ده مين ده؟ فيليكس كاتونجو عامل شعره كده الوان وعامل تصويبه خطيره على عصام الحضري. ادي المساحه هنا وادي الجاب اللي ما بين احمد حسن وما بين اللاعب محمد شوقي وما بين الثلاثه بتوع القلب. بعد كده عندنا ضربه حره مباشره، الشغلانه كلها شغلانه هدف. خدها مني بضمان معلق اللقاء، عرضيه هي ولكن على طول ضربه مرمى. والله الشغلانه كلها شغلانه هدف. تلاقي اللعيب المصري ده بيلعب لك ب 10 لعيبه، وتلاقي الجمهور اللي موجود النهارده اللي بيشجع بقيمه واحد يشجع لك بقيمه 15. هو ده المعدن المصري، وهي دي الكره الخطيره الراسيه اللي بتبحث عن عمرو زكي على سابق عصره واوانه، او تبحث عن عماد متعب على سابق عصره وزمانه، او ان انت تعلق بامل كبير جدا لوصول المونديال. ما بين ذلك وما بين هذا كثير وكثير. محمد شوقي قريب جدا وبينه وبين احمد حسن مسافه قريبه، على طول هي العرضيه هي هوبا ممكن تعدي، ولكن تصل مره اخرى ثاني الى دفاع زامبيا المحكم لحد الان يعني بكل ما اوتي من قوه. رامي التماس على حد الان، لسه الهمزه لم تاتي الحقيقيه طبعا، هي هز الشباك. ان شاء الله دي جول، ضربه حره مباشره، محمد زيدان على طول اماميه، هي دي جول يا راجل بقى يا راجل بقى. عماد متعب خطيره جدا الكرات الثابته. لسه بقول لحضراتكم ان شاء الله هو ده الهدف، ولكن تروح الكوره تاني الى ضربه مرمى، تروح الكوره الى ضربه مرمى. اخطر كرات المنتخب المصري ديت، لان هي دي اللي جت في الراس، كانت عاوزه توجيه اكتر بمقدمه الجبهه بتاعت الوجه، انما على طول تصل هنا الى ضربه المرمى. الكرات دي زي ما هي صعبه على المدافعين، شك في لمسه اليد على اللاعب كاتونجو الحقيقه موجود جدا. ادي الضغط والقوه خطيره، هي ديت هوبا هوبا ممكن، ولكن يطلع تاني لبره خلاص، فقدت خطورتها شويه. المحمدي سقطها جميله، هي ديت هي ديت هي الهدف الاول، اول هدف الاول، اول هدف الاول. ياتي عمرو زكي ياتي عمرو زكي ياتي عمرو زكي ويسجل اول هدف في المباراه، اول هدف في المباراه. ولع 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 واشعلها وحليها وغني غني غني. هو المصري بلد الجدعان، هو اللاعب الكبير عمرو زكي. لسه بقول لك المحمدي قصه، هي دي الفرحة المصرية. مش ممكن يا جماعة المنتخب والجيل ده ما يروحش كأس العالم، مش ممكن هذا الجيل ما يروحش كأس العالم. عمرو زكي وهو متعور في وجهه يعلن عن فرحة مصرية، وكأني بعيش ليلة الكاميرون، وكأني بعيش ليلة جميلة. هنا خلاص فتح منتخب زامبيا، هنا فرحة كبيرة لأكثر من 70,000 متفرج، وهنا عمرو زكي يحطها على حارس المرمى كينيدي. خلاص أنا كده هديت، خلاص أنا كده حسيت باطمئنان، لأن منتخب زامبيا كان ممكن يفاجئ الجميع بمن فيهم معلق اللقاء انه اداؤه اليوم مختلف شكل مضمونا. هنا على طول عمرو زكي ممتاز بلغه الهداف، بلغه النجم الكبير اللي اثبت وفتح طريق للاعب المصري هناك في الدوري الانجليزي، افضل دوريات العالم. ممتاز عمرو زكي. الاحمد حسن ظابط الايقاع مره ثانيه على طول زيدان، يلا يا زيزو انطلق ثاني محمدي، ممكن تسدد ممكن تصوب شوقي، ممكن تسدد يا شوقي، يصوبها ولكن على طول لانه فكر تفكير الحقيقه. عماد متعب متحرك جدا، خلي بالك اللي يقول لك عماد متعب بعض الاوقات ما بيسجلش، انما هو عبقري في التحركات يا جماعه. 32 دي لعب 1-0 صالح المنتخب الوطني المصري. مره ثانيه على طول هناك في الجبل اليمنى الاماميه، عمرو زكي عمرو زكي محمد على الاطراف، هوب اتحرك بالعرض ممكن، ولكن يضغط ثاني، لازم نضغط عليهم يمينا ويسارا.
لازم ناخذهم بشكل هتلر، يضغط على طول تاني بركات واصرار بركات، ممكن يعطل الراجل ويعمل فاول تكتيكي، ولكن كولوبالي ممتاز يدي لصالح مصر. كره القدم سواء على المستوى الاعلامي الكارير بتاعنا خطيره جدا، ضغط تاني ممتاز وائل جمعه ورا ركله ركنيه، خطير جدا لمنتخب الزامبي في الهجمات المرتده، ثم الى اول ركله ركنيه على منتخب مصر او الثانيه الحقيقه من الجبهه اليسرى. اثنين لعيبه او ثلاث لعيبه في التلت الامامي ممتاز، فيليكس كاتونجو واللاعب مولينجا يعقوب وكريستوفر كاتونجو. رمي التماس على منتخب زامبيا على لاعب مولينجا هنري او هنري مولينجا. ادي المحاولة تاني، محاولة تصويبه ولد في الثمانية، كانت رايحة العش بتاع الدبابير، كانت رايحة من محمد بركات في الثمانية، والله كانت رايحة، ولكن ممتاز حارس المرمى الحارس كينيدي. شوفوا تابع معايا، محمد بركات ده صغير الجسم، قليل الجسم، ولكن كبير في الأداء، ولكن كبير في الأداء. محمد بركات يثبت لك شيء مهم، ممتاز جدا من شوقي، يدخل على طول هنا محمد بركات، انقل يا بركات بسرعة، يسلم على طول تاني محمدي، الجناح الأيمن والجناح الذهبي، هذه الانطلاقة المصرية، وادي الضغط تاني، والمدافع على طول وركلة ركنية. والمدافع على طول وركلة ركنية. ركلة ركنية لصالح المنتخب المصري. من الناحية اليمنى المرة دي، لقاء رقم 32 لمصر على ملعبها. هدف عمرو زكي والهدف رقم الاحوال متوقفه تماما من اجل عيون التيشيرت الاحمر في الابيض في المصري علم الجمهوريه المصريه العربيه. انطلاقه مره اخرى تاني كاتونجو الخطير صاحب الشعر الاصفر الوفير، والكره العرضيه تاني ولكن بعيده خالص عن عصام الحضري، تصل الى رامي التماس، تصل الى رامي التماس. فيليكس ده مزعج وكريستوفر مزعج، ابوهم على فكره مسميهم اسامي يعني مايله شويه للغرب ومايله شويه للشرق، بينما كرة اللاعب المحمدي ما مالتش لا شمال ولا يمين، راحت لزكي وقالت له زكي يا زكي ارجوك من اجل عيوني عفوا رقم ثلاثة دينيس باندا. يسلم كورته في نص ملعب على طول تاني هنا اللاعب بسكومبي، خطيرة جدا زامبيا، خلي بالك يطلع وائل ممتاز، اوعى يسدد، اوعى يصوب، اوعى يسدد ولا يصوب، ولكن ضربة مرمى. اوعى يسدد ولا يصوب ولكن ضربة مرمى. محمد ابو تريكة دعواتك تريكة، دعوات ميدو، دعوات فتح الله، دعوات اللاعب لاعب نادي الاسماعيلي احمد سمير فرج، عبد الواحد السيد، لاعب احمد خيري، كل دول طبعا النهارده السبعه هم السبعه اللي ممكن، مع كل احترام والتقدير طبعا لان دي قدرات شخصيه، ممكن ان شاء الله النهارده يكون قيمه كبيره من خلال سوبر باس دايما يعمله او من خلال متابعه واهداف على طول عاليه في ال 18، التاريخ يكتب كلمته، والمنتخب المصري في خطوره، والهدف الاول، والهدف الاول اللي قلت لحضراتكم عليه خطير جدا منتخب زامبيا، ولكن على طول يسجل هدف التعادل في مرمى المنتخب المصري. الهدف ياتي الان من خلال عدم تمركز كويس جدا دفاعي. ادي احمد سليمان، ليه الكلام دوت؟ ليه الكلام دوت؟ وادي الجماهير الزامبيه، ماتش صعب جدا جدا، ماتش صعب جدا جدا، واللاعب رقم 12 يسجل على طول هنا هدف، اللاعب فرانسيس كاسينجودي اللاعب الخطير جدا يسجل على طول هنا، ادي الهدف، ادي اللاعب كاسوندي، ادي على طول تاني، شوف الخطوره، ادي اللاعب، هدف حلو جدا الحقيقه طبعا في متابعه وفي راسيه، يسجل عن طريق اللاعب رقم ثلاثه، عمل له كويس دينيس باندا، عمل له حلوه جدا، وهو زاد طلقه طبعا بتتسجل في مرمى المنتخب المصري. ادي محمد ابو تريكه بيتكلم، وادي التبديل هيتم دلوقتي، محمد ابو تريكه بينزل وهيخرج زيدان، هيخرج محمد زيدان تاني على طول اماميه، يضغط تاني عماد متعب، هل ممكن يخرج؟ شكله هيخرج واحد من الاثنين المهاجمين على فكره، شكله ممكن ياخد متعب وينزل ميدو، هنشوف ونتابع. يضغط على كورته تانية هنا، يستخلص احمد فتحي، انا عاوز كل الاداء يكون زي فتحي كده، في رجوله ما يعديش، شوف الراجل واقف هنا، وائل جمعه كويس، خطيره جدا، الحضري الحضري، ولكن الى ركله ركني، لعبها وحظه حلو جدا طبعا كاتونجو، ولكن ما تخبطش في ايد الحضري، شوف كاتونجو قصدها، قصدها طبعا يسقطها فوق الحضري، الراجل بيدي على طول ضربه مرمى، لما رفع عينه هنا شاف عصام فين، واكيد طبعا اي حارس يتوقع انه يلعب العرضيه، هو قدر يخادع شويه عصام الحضري وحب يعملها في مرمى منتخبنا الوطني. ادى ركله ركنيه لان الحضري شالها بايده كويس، ركله ركنيه صالح منتخب زامبيا، ضاغطين هم الحقيقه علينا كويس، مره ثانيه على طول الى التحويل، خطيره جدا، شيلها يا راجل من هنا بقى، شيلها من هنا، هاني سعيد يشيل كورته على صالح حسني عبد ربه، وهيدي يمكن واجبات شويه هجوميه لاحمد حسن، وهيخلي شكل المنتخب المصري يعني في رباعي على الاقل هجومي، بركات واحمد حسن ممكن وميدو وعمرو زكي. 18 دقيقه، مصر بدلت ثلاث تبديلات،
ناصر بدلت ثلاث تغييرات، انتصر على طول ثاني هنا في الجبهه اليمنى. المحاولات ما زالت قائمه المصريه، على طول راسيه ميدو، هي ممكن الراس، هوب عدي عدي يا مرتيكا، عدي يا تريكا عدي، ولكن مش عايزه تعدي، عدي يا تكو، يعني خلي بالك. اتصل على طول تاني في الخلف، ميدو بعيده خالص، اوعى يسدد اوعى يسدد، ده كاتونجو 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 ضربة فرق، كاتونجو كاتونجو ضربة فرق، يعني العائله خلفت اثنين اصعب من بعض، سواء فيليكس كاتونجو او كريستوفر كاتونجو. شوف الكره بتاعت ابو تريكا كانت عاوزه الهمسه، كانت عاوزه الهمسه، هو رامي التماس صالح المنتخب الزامبي، ترجع على طول تاني يستخلص محاوله في الجبل اليمنى الخطيره، خلي بالك يا حضري خلي بالك، ولكن يضغط الدفاع المصري تاني ورامي التماس. لازم نتعلم من الهدف اللي دخل مرمانا بالخط، لحد الان الامور تمشي عكسيه، كره طويله تاني راسيه، ادي السنده اسند صوب صوب يا ميدو، ركله جزاء ركله جزاء يا كولوبالي، ركله جزاء يا كومان يا كولوبالي، كولوبالي 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 يا راجل، هات لي العاده تاني، هات لي العاده تاني يا اسامه، هات لي العاده تاني، شوف العاده تاني، هل في شك في ركله جزاء ميدو؟ ميدو ميدو ايده ميدو ايده ميدو ايده، وادي واضحه 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 وضوح الشمس، وادي احمد حسام ميدو يطلب ركله جزاء، ولكن يغمض عينيه كولوبالي وينسى اذنه في بيته كولوبالي، وركله جزاء واضحه تماما. حد ابنائه والولد نام منه، يعني في ناس جايه من اسكندريه وناس جايه من اسوان، وان شاء الله بضمان معلق اللقاء الفرحه قادمه قادمه. انطلاقه ثانيه لميدو، العرضيه الان خطيره مصريه، الفرحه قادمه قادمه، ولكن يضيع مين؟ يضيع ابو تريكا، يضيع ابو تريكا فرصه العمر، يضيع ابو تريكا فرصه العمر، لن يمر علي في تاريخ التعليق ليله كهذه ليله، لن تمر علي تسع دقائق اصعب من هذه التسع دقائق، انما الفرحه لو اتت هتمر تسع دقائق من اجمل الدقائق. هنا يصوب على طول ابو تريكا، ضربة حرة غير مباشرة على طول عصام الحضري، يا رب يا ميدو شد حيلك، كرة طويلة أمامية، أدي على طول مصرية ميدو بيشتغل عليها كويس منتخب مصر، هوبا عد يا زكي، هيا هيا تريكا هيا تريكا هيا يا محمد يا أبو تريكا يا أبو تريكا يا أبو تريكا يا أبو تريكا، محمد أبو تريكا يضيع فرحة كبيرة علينا، ولكن يتألق على طول أعتقد هنا الحارس ويطلع ركلي، مش عاوزة تدخل مش عاوزة تدخل، إنما هتدخل إن شاء الله، هتدخل 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 وهتفرح وهتلتقي بعريسها الشبكه، هتدخل ان شاء الله. محاوله من زكي تاني، ولكن يطلع دفاع زامبيا، الاصرار المصري والتصويبه، ولكن ترجع لحسني، سدد في الكاميرون، يسدد في زامبيا، ولكن الى حارس المرمى الحارس كينيدي. ست دقائق اخيره، ست دقائق مثيره، الفراعنه يبحثون، وتعدي من يمين ابو تريكا، لو ميزت عليه ابو تريكا وحطيتها ببطن القدم، انطلق يا ابو تريكا، انطلق يا تريكا، ده تاريخ يا جماعه، ده كاس عالم، ليس لقاء عادي، لقاء تاريخي، ابو تريكا يلعبها وميدو يبحث عنها وبركات، ولكن حارس المرمى تقع منه، وحكم اللقاء كولوبالي يدي اوف سايد. اربع دقائق فعلا زي ما انا قلت، اربع دقائق زي ما انا قلت، اربع دقائق مهمه جدا، أربع دقائق مهمة جدا من أجل اعتلاء قمة هذه المجموعة. دخل بركات، بركات فعلها مع الأهلي، وشه كان حلو مع الأهلي، يستخلص تاني كالعادة، يضغط المنتخب المصري ومعاها كولوبالي يطلق صافرة نهاية أحداث المباراة. منتخب مصر يتعادل 1-1، المنتخب الزامبي يقتنص فرصة ويقتنص نقطة غالية جدا، منتخب زامبيا يعمل مباراة